الحمد لله الكريم ذي المنن على استغاني بفروض وسنن الحمد لله الكريم ذي المنن على استغاني بفروض وسنن الحمد لله الكريم ذي المنن على استغاني بفروض وسنن شكرت لأنه قد ساقني لوطن به نفى ما خني وقادني إليه بالتخلي من بعد ما هذب بالتخلي وجرني فيه إلى العلوم والفوز والعمل بالمعلوم ثم صلاة بسلام تبعها على الذي قصدي أن أتبعها على الذي من بمراده اقتدى في السر والجار يكون مقتدى هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربه فثان دينه وسيلتي لمالك الرفيع محمد الخير الورى شفيع وآلي وسابه النجوم القاهر النفوس والرجيم هذا وإن اليوم يا وهاب غيرك في الدارين لا أهاب وإنني يا بر يا كريم داع وعن شكرك لا أريم وأنني يا بر يا كريم داع وعن شكرك لا أريم منذ جذبتني إليك يا معين إناية منك إلي لتعين فقمت مجذوبا إليك منك بك عليك ورديت عنك مفوضا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك ثم إليك لا إله سواك قد سرت لما لم أجد ثرواك فجدت لي اليوم بخير منني وقلت لي إلى اقتفاء سنني من بعد ما كاد امتداه الناس يدخلني في شرك الخناس وكدت للأمداء والإطراء أزاد في التالف والإقراء وفي التعلم وفي التعليم وفي استغاني بهدى المعلوم فقلت ذا شكر وذا التوسل بالمصطفى شفيع رسلي وببنيه وبناته معا ليسبحوا في أسري أجمع يا بر يا غفور يا حليم إني أمر تائب مليم يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول نائم أقول يا مالكي يا خالق الأنام أمر هوايا خليلا مناني يا خالقي يا كامل الصفات لك اشتكيت كثرة الآفات وأنت ذو الجلال والإكرام فنجني وأولني مرامي من كروم اليوم أن أكون ممن أبوا لخيرك الركون وأن أطيعك بنهج المصطفى سنته البيضاء يا من اصطفى يا غافر الذنوب يا قريب إني عبيد هنا غريب لي هب ذاك ولإخواني جميع سعادة الدارين حقا يا سميع هب لي في هذا الدعاء الإجابة بالمصطفى والآل والصحابة
هب لي خير القسم في المقاسم ولذوي الدين بجاي قاسم ولكشف الليل هو البهيمة بهرمة المحبوب إبراهيم وليسوق خير حلال طيب وخير جيران بحق طيب وتفني في باطني وظاهري ورمي الخلق بحق طاهر ورقني ترقية حفية ببنتي رقية صفية وقي أذايا أقربا وأجنبا ومسلما وكافرا بذينبا وأمني بالخير والسلام بأم كلثوم إلى القيام وليجل ربي بخذن الخاتمة هنا وفي غد بجاه الفاتمة صل على أبيهما والآل وسبي ولاستجب سؤالي وكن أليسي وامني من الضرر ونجني من اقترار وغرر ونجني ربي وأهل داري هنا وفي غد من الأكدار ونجني ومسلمين من بلاء والتقي جسماني في قبل بلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا هب لي بجاه من هو المختار دنيا وأخرى خير ما أختار هب لي بجاه من هو المختار دنيا وأخرى خير ما أختار وجعل حجابا بيننا وبين كل أذى والتقي عنا الخينا يا الله يا نصير يا جليل إني حقير مهدم ذليل يا الله يا نصير يا جليل إني حقير مهدم ذليل فاتنني بك وهب لي الأرب بمن على جملة هجم وعرب سيدنا محمد باب الفلا وسيلتي إليك في نيل الصلاة وصليا وسلما عليه وكل من قد انتمى إليه وصليا وسلما عليه وكل من قد انتمى إليه اغفر ذنوبي وتقبل عملي ولي خير من وأملي يا من على عن المكار والمرض إني ساكر هنا وبهرد فكن أنيسي واصفني من السقم حتى أكون سالكا خير لخم يا عدل يا مثل يا من يؤمن أنت مجيري هنا يا مؤمن فأبدا كن مؤمني يا ذا الجلال من كل سوء وعذاب وضلال يا من على عن زوجة وعن ولد خذني وخذ جميع أهل ذا البلد وجل إلهي مسكني توبى أبد مثل أثمها بجاي خير من أبد وجل إلهي مسكني توبى أبد مثل أثمها بجاي خير من أبد وصلي علي أفضل الصلاة وآلي وسابي ذوي الصلاة وكل من خدمني أو دارا فنجي واغفر له أو دارا وكل من خدمني أو دارا فنجي واغفر له أو دارا وكل من أحب لي أو مالا إلي فارزقه هدى أو مالا وكل من ستم لي أو لاما فابلغ توبة واستسلاما وكل من أساء ذنه بيا
فليقلب قلبه يا ربي ولتكفني أذى جميع العالمين ولتكفهم أذى يا ربي أمين وجعلنا إيابنا عافية يجرني إلى خيور صافية وجعل بنا إيابنا علمي وعملي بسنة وحلمي وجعل بنا إيابنا الإهتداء والتقى عني كيد كل ذي اعتداء وجعل بنا إيابنا الإهتداء والتقى عني كيد كل ذي اعتداء والتكفني الدهر أذى الشيطان وإذ الباخن في الأوتان والتكفني كل شحس لم يرد وجاك فسره فسريعا إسيريد والتزرفا جملة ما يفسد عن يدي وعن داري سريعا خيص عن والترخي للمصلح في يدي وفي داري وثبتنه بالهدي وفي وأعلني وأعلي من يعينني والتكفني جملة ما يهينني ومسكني سلم من الفجار ومن على أهلي بما إن جار ومسكني سلم من الفجار ومن على أهلي بما إن جار وجل ربي منن المحجلة جالبة لمنن المؤجلة يا حي يا قيوم كل يا مجيب أنت المجيب والكريم والقريب إليك وحدك فررت من سواك فكن بذاك قائدا إلى هداك وليكن ربا وليا ونذيرا ولجميع المسلمين يا بثير وكثرا خيرات هذا البلد ورزقه والتكفي عنا كدير فيه جماعة تقيم الصلوات الحمس دابا يا حكيم ولتثبتا فيه جماعة تقيم الصلوات الحمس دابا يا حكيم ونجنا من شر هذا الظمن وشر غيره وكل فتن ونجنا من شر هذا الزمن وشر غيره وكل فتن ولتقنا شر النصارى واليهود وشر إبليس وكل ذي جهود والجن والدجال والسودان في السرق والمارب والبدان والجن والدجال والسودان في السرق والمغرب والبدان والسر ما في الأرض ترا والسماء من ظاهر وباطن اكتتما أيا لطيف يا كريم يا جليل عامل جميعنا بلطفك الجميل وكلنا كل نداءات وفلا ووفقنا لثواب وصلاة ولتغرنا بفعل ما أحببت ولتكفنا عن فعل ما أبغضت ولا تكن مبتليا منا أحد دهرا بما ليس يطيه يا صمد وهب لنا التيسير والفلاح في كلتا الدارين والنجاح بجاه ذا اليوم وجاه من وليد فيه فرمنا مثله ولم نجد محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا استباء عليه الصلاة أبدا خير صلاة بها نرافق الحيار والثقات وهب لنا أفضل الذي آتانا وترك ما عن فعله نهانا حتى يكون كلنا في الحركات مقتديا بسنة وسكنات ونجنا بجاه من دعوة ولتكفي عنا كذبا ولهوا ولتكفينا الهوى
والتكفين الهوى وما لا يحيي وبكذا ان اغننا يا مغني يا الله مغفرتك المؤمله اوسع من ذنوبي من مهملا يا الله مغفرتك المؤمله اوسع من ذنوبي سن مولا يا بر رحمتك ارجع عندنا من عملي نصيبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين اجمعين والمسلمات كلهن كل حين ولا تواخذنا بكثرة الأذون ولا تواخذنا بسوء الأدب وبتجرؤ وكثر اللعب فإننا وإن تجأنا فلا نرجو سواك كلنا تفضلا ولا تواخذنا بكثرة الفضول في ظاهر وباطن وبالغفول وكن معيذنا من الوباء وكل نازل من السماء وكل ما يضرني في الأرض وما بينهما يكون يا رب السماء وكل ما يضر في الأرض وما بينهما يكون يا رب السماء واجدب قلوبنا مع الجواره للبر وتقوى بجاه الناس وصليا أزكى صلاة دافعة أنا وباء من جراد مانع علي والآل بآد السلام وسابه ومسكني قد يا سلام وذكي نفسي وذبني علما يكسب في الدارين أني هما وتأيل القلب وذبني يا حيا وأحيني في تاعة يا ربيا وجعل يميني كسحاب في سحا ميمونة في شدة وفي رحا يا الله يا وهاب يا أعلى رفيع بيسلكن اليوم أن فاتريح بهرمة المشفع المخرب والآل والسبي وشار الرجب جلي بالتقديم والتصديق بهرمة المقدم الصديق وليجر بهاق والتوفيق بهرمة الموفق الفاروق وليهب سعادة الدارين بحق عثمان أخي النورين وليهب سعادة الدارين بحق عثمان أخي النورين وليهب ومسكنس إشهاد وتعليم ومسكن التسويب والتفهيم واجعله مسكن خروج من ظلم للنور واكف عنه كل من ظلم واجعله دأبا مسكن اتباع لسنة لا مسكن ابتداع واجعله يا رب يا هب مسكني في الأرض لك وللماهستني والتحمي داري عن الفجور والفسق والباطن في الظهور وانفي الوباء والبلايا كلها ألا وتيب سربها وأكلها وجل قريمنا حريما آمنا وكن بيبزيك في لندامنا وجبل الخير من الجهات السيتي وفيا عن الآفات فتني عن الشيطان يا جليل ومسني وكل ما أقول فتني عن الشيطان يا جميل ومسني وكل ما أقول كله يا حفيظ يا ذا الأمر يا فائق الخلق من بالقهر نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة أبد وهكذا دنيا فيما أن اسرف الرزايا واسرف عذاب النار الجملة من بيتالق من أبنائي